محافظ صلاح الدين يتفق مع مدير الصحة على توقيتات تجهيز وافتتاح مستشفى تكريت التعليمي. المواطنون يشكون ساعات القطع الطويلة للكهرباء وعدم استقرار الفولتية دون مراعاة أوضاعهم مع موسمي البرد والامتحانات. رئاسة الجمهورية على صفيح ساخن ومرشح تسوية إلى الواجهة بلا نصاب غدا بعد إيقاف القضاء لجلسة التصويت على المرشحين. وصحة العراقية قلقة من الإصابات وتمهل المواطنين باللقاح ضد كورونا، وتحذيرات من مخطط إرهابي لتغطية على مقتل القرشي.